للمزيد معنا من هناك لمياء حمدين مراسلة أونلايف. أهلا بك لمياء، تفضل. مساء الخير عليك محمد وعلى كل مشاهدينا في كل مكان. بالفعل أتحدث إليكم من محافظة الأسكندرية، تحديدا من الأكاديمية العربية البحرية، حيث شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الأكاديمية العربية البحرية وعدد من قيادات القطاع البحري والمواني الاحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2017 بحضور عدد كبير من خبراء ورجال الأعمال العاملين بالقطاع وحضور أيضا أعضاء مجلس النواب وممثلين للسلك الدبلوماسي. اليوم البحري هو يوم مهم، يوم اعتبرته الأمم المتحدة أو اتخذته عيدا كل عام يتم الاحتفال به للتركيز على أهمية القطاع البحري والنقل البحري وأنشطته المختلفة وتسليط الضوء كما ذكرت أنت منذ قليل على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية. تحدث السيد طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري عن أن النقل البحري هو العمود الفقري للتجارة العالمية وأنها أقل تكلفة وأيسرها أيضا وأقلها تأثيرا على البيئة، وتحدث أنه مع تنامي أو بدء تعافي الاقتصاد العالمي وهذا مردوده ظهر بشكل جلي في إيرادات قناة السويس. سيتم أو تم بالفعل اتخاذ إجراءات سريعة بتطوير المواني والأرصفة وما إلى ذلك وضرورة إنشاء أيضا مواني جديدة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والتوسع في إفاد العاملين في القطاع البحري للخارج لرفع كفاءة المنظومة البشرية في مصر وأيضا للتعاون وتبادل الخبرات. بالنسبة لوزير النقل تحدث عن أهمية انتخابات الاي ام او وأهمية أن تكون مصر في هذه المنظومة بعد شهرين تقريبا، وتحدث أيضا عن موضوع هذا العام وهو السفن والمواني والإنسان وأن الهدف من هذا العنوان هو التكامل والتنمية المستدامة للإنسان من خلال خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات، وهي خطة بسيطة جدا وهي التدريب ثم التدريب ثم التدريب، وتحدث أن التدريب هو مسألة حياة أو موت عند المصريين في الآونة الأخيرة. وأيضا تحدث عن أن النقل البحري في مصر هو أصبح صناعة وليس مجرد وسيلة نقل، وأن هناك دول قامت على المواني مثل دبي وسنغافورة وما إلى ذلك. أيضا تحدث عن تطوير المواني والأرصفة وأنه يعني أنه سنشهد في السنوات القليلة المقبلة تطوير كبير في المواني وفي الأرصفة، وتحدث أيضا عن أن ميناء الإسكندرية مثلا نال جائزة محترمة وقال أن ميناء الإسكندرية جيد جدا ولكن غير مرضي حتى الآن، لأن المستثمر عندما يأتي إلى مصر ينظر بشكل كبير على موضوع المواني وينظر على موضوع السلام أيضا والأمان. انتهى الاحتفال بتوزيع جوائز مختلفة على شخصيات عامة وجوائز لأفضل هيئة وأفضل سفينة في العام وأفضل ميناء بترولي. إليك محمد. أشكرك لمياء حمدين من مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شكرا لك على كل هذه المعلومات.